بسم الله الرحمن الرحيم. وضحنا في اللقاء السابق الثاني عشر من الدروس المتعلقة بالمدخل لدراسة القانون، وضحنا أوجب الاتفاق بين كل من الرهن التأميني والرهن الحيازي باعتبارهما داخلين في نطاق الحقوق العينية التبعية. وقلنا أوجب الاتفاق ثلاثة: عدم التجزئة، تخصيص التقدم والتتبع، وفكرة الاتفاق أو العقد. الرهن بكل أنواعه هو اتفاق بين الطرفين، هو عقد من العقود. أما أوجه الاختلاف فقد سبق لنا أن بينا أن أوجه الاختلاف هي عديدة، وكان من أبرزها وأشهرها أن العقار التأمين، أن الرهن التأميني يمتاز بأنه يرد على عقار. لماذا يمتاز أن يرد على عقار؟ لأنه أريد من وراء هذا أن العين المرهونة بدل أن تنتقل من مالكها إلى الدائن، وما يمكن أن ينشأ عن ذلك من آفات، رؤية في بعض الحالات أن العين مفروض أن تظل بيد صاحبها ولكن مع نوع من التوثيق بتسجيل الثمن. فلهذا وجدت حل تسجيل العين في دائرة رسمية وتظل العين بيد صاحبها، وأهم شيء اللي ما يمكن أن يعني يتلاعب فيه وينتقل من مكان إلى مكان آخر هو العقار. فالعقار يظل بيد صاحبه ويرهن رهنا رسميا بيد جهة رسمية، لا ولا يستطيع صاحبه أن يتصرف به طالما هناك تسجيل لكل حركة. حركة العقارات حركاتها مسجلة في وثائق رسمية موجودة في دوائر. أي بيع، أي إيجار، أي رهن أو ما ذكر ذلك المفترض أن يسجل فيها. وعليه هنا وضحت لماذا اشترطنا أن يكون الرهن التأميني أن يكون واردا على عقار، بينما الرهن الحيازي يمكن أن يكون واردا على عقار مثل ما يمكن أن يكون واردا على غير عقار على منقول. هذه وحدة من أوجه الاختلاف بين هذا وذاك. كما سبق أن رأينا أن هذا العقد عقد شكلي وهذا عقد رضائي. ليش؟ لأنه لما سجلناه وطلبنا تسجيله في دائرة رسمية وهي دائرة السجل العقاري، العقد ما يكمل إلا بهذا التسجيل ولا تنتقل الحقوق إلا بهذا التسجيل، فعليه سميناه شكلي. والرهن الحيازي لا يحتاج إلى مثل هذه الشكلية فنسميه رهنا أو عقدا رضائيا. هذا الفرق الثاني. والفرق الثالث كما سبق أن أوضحنا أن كل من الرهن الرسمي والرهن الحيازي كل منهما يعطى فيهما حق التتبع وحق الأفضلية. لصاحب الرهن الرسمي أو لصاحب الرهن الحيازي له حق أن يتتبع العين المرهونة إلى أين ولت وأين ذهبت، ومن حقه أيضا أن يتقدم على الآخرين وأن تكون له الأفضلية على أي دائن آخر في اقتضاء حقوقه منها. هذه ثلاثة أوجه للاختلاف. والوجه الرابع أن صاحب الرهن الحيازي المفترض واللازم عليه أن ينتفع ويستثمر بالعين المرهونة لديه. لما هو كان دائن وأعطاناه فحركنا العين وصارت تحت يده وفيها غلة وفيها نفع وفيها استثمار،
المفروض ان ما يعطل عن عطائها ويجري عليها نفعها الطبيعي ويقوم باستثمارها واستغلالها، وما ينتج عن هذا الاستثمار وهذا الاستغلال يستطيع ان ياخذه فينقصه من اصل الدين. واجب ان يستثمر. واحد رهنت عنده سياره وعطلها في مكانها وخلاها قرجها، ما يمكن، لازم يستثمرها. رهن عندك بستان والبستان بها ثمرات، ما يصير تركنها وما تستثمرها. كل هذا لا بد فيه. اما بالنسبه الى الرهن التأمين فلا يتصور فيه، لانه باقي بيد صاحبه، هو يستثمره وهو يستغله، فمو ذاك يستثمره. هذه على كل حال هي جمله من الفروقات، ومن الفروقات الاخرى ان الرهن التأميني فيما مثل هذا المال لا ينفذ امام الاخرين، امام الاطراف الاخرى، الا في القيد في السجلات الرسميه. اما بالنسبه للرهن الحيازي فينفذ ويتم نفاذه بالتسليم، ما يحتاج الى تسجيل، هذا يحتاج الى تسجيل وقيد، وذاك لا يحتاج الى تسجيل او قيد. وهكذا على كل حال لاحظنا ان الفرق بين الرهنين الحيازي والرهن التأميني، وفي واقع الامر هذه الاثنينية بهذا التقسيم يقال انها حديثة، وان الرهن لم يكن الا رهنا حيازيا. حتى في الشريعة الإسلامية ما في عندهم رهن تأميني يقال، وما في رهن رسمي بهذه الشكل وبهذه المثابة، إنما الرهون يجب أن تكون كلها مقبوضة، فرهان مقبوضة إشارة الآية الكريمة، والرهن إذا لا يكون إلا حيازيا. ولكن الواقع أن هذه النظرة ضيقة وغير بعيدة. لماذا؟ لأن القول بأن الشريعة الإسلامية لم تعرف كما ورد عند البعض الرهن التأميني قول يحتاج إلى دليل، وقول يحتاج إلى نوع من التورع. لقد تتبعت هذا الموضوع مليا وكتبت فيه بحثا طويلا، نشر في مؤتمر قبل 30 عاما أو أكثر في مصر سنة 1967 في مؤتمر للمحامين، وعنونته الرهن التأميني حكمه ومحتواه في الشريعة الإسلامية، وأثبت أن الرهن التأميني قابل للتحقيق في ضوء الشريعة الإسلامية ولا مانع منه، لأن القبض في هذا الحال هو وصف ولا مفهوم للوصف. لما يقول في رهان مرهونة فرهان مقبوضة، يمكن في بعض الحالات أن لا تكون هذه الرهان مقبوضة، وبخاصة عندما نعلم أن في قسم من الأحكام الفقهية ترى أن العين إذا رهنت يمكن وضعها في يد شخص ثالث لا هو الراهن ولا هو المرتهن، وهو العدل، يسمى بالعدل. فحيث أمكن نقل هذه إلى شخص ثالث فلا مانع، وليس هناك من مانع شرعي ولا نظامي أن نجعل العين، أن تظل العين بيد صاحبها. عليه إذا هذه العين ما انتقلت إلى المرتهن في حالة الوجود العدل، أيضا هنا يمكن ما تنتقل في حالة وجود الراهن، فلا مانع. يضاف إلى كل هذا وذلك، فقد لاحظت أن بعض المذاهب الإسلامية كمذهب الإمامية ومذهب المالكية يرون بشكل واضح أن القبض ليس بشرط في هذا المضمار، وإنما يمكن أن يتم الرهن ولا يحصل القبض والإقباض بين الطرفين. إذا وصلنا إلى هذه النتيجة وهذا الحكم، فمن الممكن أن نصحح كل ما يجري من قيود وغيرها ومن تسجيلات في نطاق الدوائر الرسمية على الرهون. فعليه لا وجه ولا مجال للذين يريدون أن يسيئوا إلى أحكام الشريعة الإسلامية فيذهبون إلى عدم تصحيح هذا النمط، وأن الشريعة الإسلامية بهذا التعبير غير المؤدب قالوا وقف بها التطور
عن أن تدرك موضوع الرهن التأميني أو تشرع الموضوع التأميني، لا، في واقع الأمر وصل بها التطور وإلى أكثر مدى وأكثر من هذا بكثير. الرهن على وجه العموم كما سبق أن قلنا، لنخرج عن موضوعنا، هو واحد من اثنين رئيسين من أنواع الحقوق العينية التبعية. ما قلنا أن الحقوق العينية هي على قسمين، حقوق عينية أصلية وتبعية. التبعية قلنا على نوعين، رهن والآخر شنو؟ امتياز. تكلمنا عن هذا الرهن بما فيه الوفاية والكفاية، وقسمناه إلى رهن تأميني ورهن حيازي، وبينا أوجه التشابه والاختلاف بين كل من الصنفين. يبقى عندنا الامتياز. الامتياز هم أيضا نوع من أنواع الحقوق العينية التبعية، لأنه يرد على مال ويرد على عين. فالإنسان لا يحصل له هذا الحق بالامتياز إلا إذا كان ناشئا ذلك عن أصل دين، دين موجود، وثم حدث من طرف واحد إلى حق أولى وحق امتياز، فلذلك أصبح حقا تبعيا إلى ذلك الدين الأصلي. من هنا قلنا أنه من الحقوق العينية التبعية، أي أنه لولا وجود الدين اللي حاصل بين الطرفين ووجود قضية معينة سابقة ما نشأ حق الامتياز. على شنو الامتياز والدين ما موجود أصلا؟ فمن هنا سمينا حقوق عينية تبعية. هذا الامتياز هو عبارة إذن عن أولوية لشخص على آخر يأتي بعده في المكتبة بمنافسة وجود حق من حقوقه، إلى أولوية على هذا الحق دون الآخرين، على هذا الحق المالي. طالما له مثل هذه الأولوية فيستطيع أن ينفذ على هذا المال دون غيره إذا كان له حق امتياز فيه. حق الامتياز ومعنى هذه الأولوية والأقدمية والأفضلية على الآخرين، هذه لا تنشأ إلا بنص. الرهن ينشأ باتفاق، والامتياز ينشأ بنص. يعني لا تستطيع أن تقول أن هذا دينك أكثر تميز من دين الآخرين وأفضل من عنده لوحدك، وإنما لا بد من وجود نص قانوني يقضي بأن هذا دين فيه امتياز والدين الآخر ما فيه امتياز. وحتى بالنسبة إلى وضع رتب لهذه الامتيازات، الامتيازات قد تكون امتياز من الدرجة الأولى وامتياز من الدرجة الثانية وامتياز ثالثة، هذه أيضا تدرجها بهذا النحو أيضا مبني على نصوص قانونية. هذا هو الامتياز بمعناه العام الذي يقضي بأن وجود فيه نحو من الأولوية. هذا الامتياز أيضا قسمناه إلى قسمين، امتياز عام وامتياز خاص. نقصد بالامتياز العام يعني ذلك التميز الذي يكون لمال لحق من الحقوق على حق آخر في جميع أموال المدينة، كل أمواله ضامنة للوفاء، فهو يستطيع يكون أميز من غيره. هذا عنده حق امتياز في هذا المال وفي هذا المال وفي هذا المال. لو فرضنا الآن نمثل لكم شخص عامل، ونحن نعرف أن أجر العامل نص القانون على أنه مميز على حقوق الآخرين، فالعامل له أجر تعطل صاحب العمل عن أدائه. يستطيع هذا العامل لو أفلس المدين، لو أفلس صاحب العمل، يستطيع أن ينفذ على جميع أموال المدين باعتبارها ضامن الوفاء به لوجود حق امتياز عام يسموه، ما يتعلق بعين خاصة.
وهذا الامتياز العام طبيعي في هذه الحالة، مثل شأن الامتياز الخاص لك فيه حق التقدم على الآخرين، ولكنه يختلف عن الامتياز الخاص وسيأتينا في أنه ليس لك في حق التتبع. لماذا لك في حق التتبع؟ لأنه الامتياز امتياز على جميع الأموال، شو تتبع مذهب؟ لكن الامتياز الخاص حيث عينت عين معينة هي صالحة للنفوذ عليها، للنفاذ على تنفذ عليها، فلا بد أن يكون في هذا لك فيها حق التتبع. فإذا هنا حق التتبع هو خاص بالامتياز الخاص، وأما الامتياز العام فهو لا يكون إلا في حالة الأفضلية، وجود الأفضلية صحيح، والأفضلية أيضا يكون في الامتياز الخاص والامتياز العام معا. فعليه حق التتبع وحق الأفضلية. الأفضلية يمكن أن تنشأ على كل امتياز عام أو امتياز خاص، وأما التتبع فلا يمكن أن يتولاه أو يحدث إلا في امتياز خاص. هذا هو معنى الامتياز العام. أما الامتياز الخاص وهو ذلك الذي يرد على عين معينة بالذات، مثل امتياز حق المؤجر على المنقولات التي تركها المستأجر في العين المؤجرة وهرب، ما دفع الأجرة. فلو فرضنا أن شخصا مستأجرا لعقار استأجر هذا العقار لمدة سنة ولم يدفع الأجرة لصاحب العين للمؤجر، وكانت في تلك العين المؤجرة منقولات أثاث وتركها وهرب ونسى أو نسى، يجوز للمؤجر بوجود حق امتياز له أن ينفذ على هذه المنقولات دون غيره إلى امتياز خاص. أي دائن آخر يجي بعدئذ يقول أنا أطلب هذا مقدار معين من المال، لا نقبل منه، وإنما نعطي الحق فقط لصاحب الامتياز الخاص. هكذا إذن الامتياز الخاص يكون في هذه الحالة ويكون في حالات أخرى، وأما الامتياز العام فمثل ما يمكن أن يرد على ديون النفقة وأموال الدولة وديونها، المؤسسات العامة، الخدم بشكل عام والعمال أجورهم بشكل عام، هؤلاء كل امتيازاتهم يقال أنها امتيازات من النوع العام وليس امتيازات من النوع الخاص. هذا هو الفرق بين الامتياز الخاص والامتياز العام، وهذا هو الذي يعطينا تصورا بأنه يوازي الرهن باعتباره من الحقوق العينية التبعية. الآثار اللي تترتب على حق الامتياز العام وحق الامتيازات، على الامتيازات على وجه العموم، طبيعي من أبرز الأشياء التي تترتب على ذلك أن عندما ينشأ حق امتياز سواء كان عينيا أو كان امتيازا خاصا أو امتيازا عاما، من حق صاحب الشأن في هذا المضمار أن ينفذ على حقوق المدين. هذه في هذه الحالة يعطى له حق التتبع وحق التقدم، لكن حق التقدم كما سبق أن بينا لا يتم، يمكن أن يتم ويتعلق بكل من الامتياز العام والامتياز الخاص. فصاحب الامتياز الخاص يكون له حق تقدم وأولوية، وصاحب الامتياز العام يكون له حق الأولوية وحق الأفضلية على الآخرين، يعطيه أيا كان أي شخص ورد نص على جعل حقوقه من بين الامتيازات العامة يكون أولى من غيره بالتقدم على الأشياء المدين بها والأشياء الموجودة. أما الامتياز الخاص فلا يمثل ما يمكن أن يرد على الحقوق العينية، على نسميها حق التقدم، مثل ما يمكن أن يرد عليه حق التتبع، أي أن من له امتيازا خاصا نعطيه حق التتبع فيستطيع أن ينفذ على العين اللي هي لك على العين صاحب على العين المدين بها
ويستطيع أن ينفذ عليها أينما ولت وأينما ذهبت. لكنه بالنسبة إلى الامتياز العام لا معنى للقول بأن نعطي الحق فيه للدائن بحق تتبع العين المملوكة للشخص المدين على اعتبار الامتياز عام. وبطبيعة امتياز عام لا يستطيع أن ينفذ على كل عين من هذه العيون. وعلى أي حال فما طالما كان لكل من صاحب الامتياز العام والامتياز الخاص حق الأفضلية وحق التقدم، هذه تقدم على ديون الامتياز تقدم على الديون العادية. فإذا كان هناك عندك دين عادي وعندك حق امتياز، حق الامتياز يتقدم بموجب هذا عاما كان أو خاصا. وإذا كانت الديون كلها ممتازة بالنسبة للمدين فهناك يجري ترتيب أسبق على يجري ترتيب بين هذه بموجب النصوص القانونية. فقسم من النصوص تذكر أن هذا امتياز من الدرجة الأولى، وقسم منها تذكر أن هذا من الدرجة الثانية، وهكذا. على كل حال يجري توزيع الديون بموجب الامتياز العام على أساس من الأفضلية والأقدمية، وعلى أساس من الترتيب. إذا كان هذا ترتيبه من الدرجة الأولى فهو يتقدم على غيره، وطبيعي كما قلنا أن هذا يخضع لوجود نص في هذا المضمار. هذه جملة من النقاط المثارة في هذا الموضوع والتي تتعلق بالآثار، وقد أطال فيها المؤلف إطالة قد تكون مملة لا نجدها ضرورة في هذا المجال. هذه هي كما قلنا جملة من الموضوعات التي تتصل بالحقوق العينية سواء كانت أصلية أو تبعية. الحقوق العينية هي قسم، القسم الأول من الحقوق المالية اللي سبق أن تكلمنا عنها. عندنا حقوق حقان آخران، الحقوق الشخصية يسموها والحقوق الذهنية. ما هو الفروقات أولا بين هذه الحقوق الثلاثة بعضها مع البعض الآخر؟ أتذكر في لقاء سابق قلت لكم أن الذي يريد يميز الحق العيني عن الحق الشخصي والحق الشخصي عن الحق الذهني يستطيع أن يصل ببساطة إلى نوع هذا الحق إذا ما تتبع موضوع المحل الذي يرد عليه الحق. فإذا كان محل الحق واردا، فإذا كان الحق واردا على عين من الأعيان مادية، أنا حقي مسلط على هذا القلم أو هذه اللوحة أو هذا المكتب أو هذه أو هذا الكتاب، فنسميه حقا عينيا حتى منتزع من نفس العبارة. وأما إذا كان حقي مسلط على طلب وعمل يقوم به شخص كالتزام يقع عليه لوجود حق اقتضاء أو وجود مداينة بين الطرفين، عملية ذمة موجودة فيها، أو بالأحرى إذا كان ذلك متعلقا بالذمة، ذمتك مشغولة إلي، فأنا حقي حق شخصي أسميه ما أسميه حق عيني. لماذا؟ لأن حقي لا يتسلط على عين معينة من أعيانك وأملاكك، إنما يتصل بهذه الذمة اللي هي ذمة تتكون من أصول من 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 حقوق وديون. مجموع هذه الذمة هي مرتبطة بي، وأنا من حقي أن أنفذ عليها وحقي يتصل بها. وعلى كل حال الحق الشخصي إذن هو ذلك الذي يتعلق بذمة الشخص. أما الحق الذهني وهو ما كان من نتاج الفكر والذهن، كل نتاج ما يزال نتاجا ذهنيا وفكريا بعد لم يتبلور إلى سلعة. نفترض الآن قد يكون في هذا نوع من التضليل من التعبير، قد يكون في بعض الحالات أن الإنسان يبتكر دواء ويصنع هذا الدواء، أو يبتكر سيارة معينة ويصنع هذه السيارة. بعد أن صنعها انتقلت القضية من فكرة إلى عين إلى مادة،
فلهذه هذا الحق اللي أصبح مبتكر وأصبح سلعة وتداول أصبح حق عيني. لكن قبل تخطي هذه المرحلة بعدنا في طور الإبداع وفي طور التكوين وفي طور النشر كتاب بعد من لم ينشر كفكرة. هذا هو الذي نقوه مجاله ومحله الفكر والحقوق الذهنية. وعليه ننتهي أن الفرق بين الحقوق العينية والحقوق الشخصية والحقوق الذهنية هو الرجوع إلى المحل. فإن كان محله عينا سمي حقا عينيا، وإن كان محله ذمة أو ما يعبر عنه بصراحة عمل أو امتناع عن عمل فنسميه حقا شخصيا، وما كان محله الذهن والفكر فيسمى حقا ذهنيا. بعد أن تناولنا بالحديث بتفصيل وإسهاب ما يتصل بالحقوق العينية أصلية وتبعية بكل صنوفها، ننتقل معكم إلى الحقوق الشخصية. ما هو المقصود بالحقوق الشخصية؟ قلنا الحق الشخصي وذلك الذي يرتبط بالذمة ويسمى ولذلك يسمى حق الدائنية. يعني كلما كان هناك تعامل بين طرفين على أساس مالي، قرض وإقراض، دين ودائن ومدين، لوجود رابطة بين هذا الطرف وهذا الطرف نشأ بيناتنا حقوق نسميها حقوق دائنية، حقوق شخصية. فالحق الشخصي على هذا الأساس وحسب ما يقال هي سلطة تمنح لشخص في أن يطلب من شخص آخر بأن يقوم بعمل أو يمتنع عن عمل، أو هي مثل ما يعبروها سلطة اقتضاء. فعليه الحقوق الشخصية أو الحق الشخصي هي عبارة عن سلطة تعطى للدائن بأن يطلب من المدين بأن يقوم بعمل أو يمتنع عن عمل أو يقوم بالعطاء. فعليه من هذا ينشأ التزام على عاتق المدين ونسمي هذا التزام. ولذلك يعبرون عن الحق الشخصي تعبيرا اخرا بالالتزام، لان وجه الاخر هو التزام واجب مثل العمله بها وجه، هذا هنا وجهها حق شخصي ووجه الاخر التزام. فعليه الحق الشخصي لمن يعطى الحق للدائن، والالتزام لمن يقع على المدين. فاذا ما هو وجه وجود هذا النحو من السلطه؟ وجهها لوجود دين، فالدائن في هذه الحالة القانون أعطاه سلطة وأعطاه حقا بأن يطلب من المدين الذي استدان منه أن يقوم بعمل معين. طبيعي هنا مش شرط إلا يطلب المدين أن يطلب من عنده نقد، يمكن أن يطلب من عنده أن يقوم للعمارة، يمكن أن يطلب من عنده أن ينشئ مشروع، يمكن أن يطلب من عنده عمل سلبي، ما له إيجابي ونسميها عمل. فعلى كل حال هذه الالتزامات هي إما أن يقوم بعمل أو يمتنع عن عمل أو يقوم بإعطاء. ما هو المقصود بهذه المصطلحات الثلاثة؟ يقوم بعمل، يمتنع عن عمل، يقوم بإعطاء. المقصود بأن يقوم بعمل يعني عندما يكون العقد الجاري بين طرفين أو الرابطة الموجودة بين طرفين بين الدائن والمدين تقوم على أن يلتزم المدين بأن ينشئ شيئا عملا فعليا يحتاج إلى طاقة وصرف جهد، مثل ذلك الاتفاق الذي يجري بين صاحب الورشة وصاحب السيارة بأن يصلح سيارته، هذا يقوم بعمل. مثل ذلك الاتفاق الذي يجري بين المقاول وبين صاحب الدار، تطلب أنت باعتبارك من المقاول كصاحب عمل أن يقوم بهذا العمل لصالحك
وهو يصرف فيه الطاقة والجهد. فعليه إذن قسم من الالتزامات الناشئة من الحقوق الشخصية تتعلق بعمل جهد عضلي يقوم به، وقسم من الالتزامات التي تقع على عاتق المدين تكون بصورة سلبية، هذه بصورة إيجابية وهذه بصورة سلبية. مثل إيش؟ مثل ما لو فرضنا اتفق تاجر مع تاجر آخر على أن ينافسه في بيع سلعة معينة. الآن اتفق عندك تاجر يبيع مثلا الأدوات الاحتياطية لسيارة تويوتا، وتاجر آخر يبيع الأدوات الاحتياطية لسيارة مثلا نيسان أو مرسيدس. قد يحصل بين هؤلاء التنافس، هذا يمكن يأتي بالأدوات الاحتياطية لهذه الشركة ولهذه الشركة ولخمس شركات، والقريب من عنده وجارة أيضا ينافسه في بيع كل أدوات احتياطية لكل السيارات. فلغرض تصفية الأمور ووضع الأمور في نصابها وتنظيمها قد يبتئ البعض لغرض حصول عدم المنافسة، قد يبتئ البعض أن يتفق مع الطرف الآخر الذي يمارس نفس مهنته أن لا يمارس السلعة اللي هو يبيعها دون السلعة الأخرى. فعليه يمكن يجري الاتفاق بين طرف وطرف آخر على أن لا يمارس نفس المواد اللي يبيعها هذا الطرف، وذاك أيضا لا يمارس نفس المواد اللي يبيعها هذا الطرف. فإذا حصل من هذا وامتنع أحدهما عن القيام بعمل آخر فيسمى ذلك امتناع عن عمل، وهذه واردة كثير في حياتنا الاجتماعية. وتارة ثالثة قد يلتزم المدين بإعطاء عقد إيجار أو عقد بيع أو ما شاكل ذلك، ومقابل هذا هو دائن إلى بمبلغ من النقود، فتقديم لهذه النقود يعتبر بمثابة إعطاء، وإن كان البعض يعتبر أن القيام بإعطاء هو عنوان آخر من عناوين القيام بعمل وهو العمل الإيجابي. فعليه من هنا نخلص إلى أن الحقوق الشخصية هي تلك التي تقوم على ثلاثة أعمدة: العمل، يعني العمل الإيجابي وسميه العمل السلبي الامتناع عن عمل، وتسميه اللي يقوم بإعطاء. هذه هي أهم ما يمكن أن نتحدث عنه في هذا المضمار بالنسبة إلى هذه الحقوق. ولكنه لاحظت أن بعض المؤلفين عرف الحقوق الشخصية بتعريف آخر، ما عبر عنها بسلطة وإنما عبر عنها عبارة عن رابطة قانونية يكون لأحده بين طرفين دائن ومدين، يكون لأحدهما وهو الدائن أن يطلب من الآخر وهو المدين أن شنو هو الطلب؟ أن يقوم بعمل مثل ذيك أو يمتنع عن عمل إلى آخره النص. فعليه عبر عن وجه الإشكال، عبر عن رابطة قانونية. في رأينا أن الحقوق الشخصية لا تشكل كل الرابطة، وجهها الإيجابي وجهها السلبي، إنما الحقوق الشخصية تمثل فقط وجها من هذه الوجوه، والوجه الآخر يسمى التزام. فعليه لو فرضنا حصلت رابطة بين دائن ومدين، عقد بين دائن ومدين، الدائن يمثل الحق الشخصي والمدين يمثل الالتزام، هي واقعة واحدة، عملية مقارضة، قرض، عقد قرض أو عقد بيع، هو عقد واحد، واحد منهم صاحب حق فيه واحد منهم صاحب التزام. فليس أعبر عن صاحب الحق وصاحب الالتزام بأنه حقوق شخصية، تعبير غلط ولو ورد في تعريفات قانونية ولو ورد عند بعض المؤلفين، لا أجد أن هذا صوابا أبدا في تقديري.
أن التعريف الأفضل والأدق والأولى في هذا المضمار أن نعبر عن الحقوق الشخصية هي عبارة عن سلطة تعطى للدائن فعلا، هي حق شخصي أنا، سلطة ومنحة تمنحها لي القانون ليأخذ من عندي مال ويستدين من عندي، من حقي أن أطالبه بتأدية ذلك المال لي بأي وجه من الوجوه التي اتفقنا عليها. هذه هي موضوع ما نسميه بالحقوق الشخصية، علي هذا تعريفها وهذا معناه وهذا التفرقة بينها وبين الأخرى. والواقع هناك قد يوجد التباس بين الحقوق العينية والحقوق الشخصية، وكثيرا ما يوجد في نطاق حياتنا العملية، لكن في واقع الأمر مهما أردنا أن ننفي وجود تفرقة بين الحق الشخصي والحق العيني لا نستطيع. هذه التفرقة كانت موجودة من القانون الروماني وحتى وقتنا الحاضر، ظلت سارية وإلى وقتنا الحاضر. هناك نوع من الحقوق ترد على شيء معين، وهناك نوع من الحقوق ترد على الذمة. لا تستطيع أنت أن تفرق بينهما مهما أوتيت من حيل في هذا المضمار للتفرقة، لإيجاد نوع من الصهر بين هذين الحقين، وإذا بتم تقول ما عندنا إلا حق واحد. فقد حاول البعض وما يزال يحاول أن يذوب هذه التفرقة بين الحقين والحق الشخصي بطريقتين. واحدة من الطرق أن نقرب الحق العيني إلى الحق الشخصي، والطريقة الثانية أن نقرب الحق الشخصي من الحق العيني. القائلون بأن بإمكان التقريب بين الحقين، الحق الشخصي والحق العيني، على أساس نجذب الحق العيني إلى الحق الشخصي فنجعل كأن الحقوق كلها حقوق شخصية، يصورها يقول لك لأن جميع الحقوق حتى الحق العيني لابد بالنتيجة أن تحصل فيها رابطة بين طرفين هذا وهذا، يعني رابطة اقتضاء، رابطة الدين. ليش؟ لأن في الأصل أن كل الناس اللي هم مخاطبين في هذا المضمار عليهم أن لا يتعرضوا لحقوق الدائن، يجب عليهم في نفس الوقت أن يتعهدوا بكل ما يمكن أن ننشأه من معاملات أن يؤدي حقوق الناس. فكأن هناك رابطة بين هذه الأطراف جميعا، وأن هذه الرابطة بين شخص ولو كان الحق العيني وارد على عين، لكن المفترض أنه لا يجوز لأي شخص من الأشخاص أن يعتدي على هذه العين التي كان حقي واردا عليها. فإذا هذا حاول أن يجعل الحقوق كلها عبارة عن روابط شخصية بين إما طرفين أو طرف وأطراف أخرى كثيرة، كأنها بهذه المثابة. والبعض الآخر حاول بالعكس أن يقرب الحق الشخصي إلى الحق العيني فيذيبه، يقول لك النتيجة اللي ننتهي منها بالنسبة إلى الحقوق الشخصية هي لابد أن ترد على عين من الأعيان. أنا حقي لما يجري بيني وبينك عملية البيع وفيها دين ودائن ومدين، النتيجة لابد أن تكون متعلقة بعين من الأعيان. فلهذا بهذا الشكل وبهذا المدى يمكن أن نعتبر أن الحقوق جميعا هي لصيقة بالحقوق العينية وليست لصيقة بالذمة، إنما هي لصيقة بالأعيان، لابد أن تنتهي إلى عين الأعيان، علاقتها تنتهي، رابطتها تنتهي إلى عين الأعيان، فمن هنا نعتبرها حقوقا عينية ولا نعتبرها حقوقا شخصية. بيد أن هذه المحاولات جميعها باءت بالفشل وما تزال تبوء بالفشل والخذلان، وظل الرأي قائما ومحترما ومسنودا إلى أن وجود تفرقة بين هذين الحقين. وعلى كل حال فهي في تقديري قضية اصطلاح ولا مشاحة بالاصطلاح، أنت نسميها هذا حق عيني وذاك يسميها عين، وهذا يسميها حق شخصي وذاك والآخر يسميها ذمة وما شاكل ذلك. كل هذه عبارة عن مصطلحات، بيد أن هذه المصطلحات في بعض الحالات قد تكون لها مدلولاتها القوية اللي تعبر عن مواضع معينة وموضوعات معينة. فمن هنا نظل متمسكين بوجود هذا النحو من التفرقة،
بين الحقين، وعلينا بعدئذ جولة ثالثة وأن نتحدث فيها عن الحقوق الذهنية التي تشكل الجناح الثالث لما نسميه بالحقوق المالية. وإلى لقاء آخر بحوله تعالى.